ليلة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بنتكلم عن أبطال يعني نعتبرهم أساطير في مسألة الحروب. معانا أسد الصعقة وأسطورة من أساطير العسكرية المصرية، قائد المجموعة 39 البطل إبراهيم الرفاعي، المجموعة 39 قتال لمجموعة صعقة خاصة كانت في حرب أكتوبر. من خلال مجموعته دي البطل إبراهيم الرفاعي أزاق الإسرائيليين الويل، وكان بيروح خلف خطوطهم بينفذ عملياته العسكرية هو ورجاله، واللي خلاهم في إسرائيل أطلقوا عليه وعلى مجموعته اسم الأشباح. ظلت معسكرات المجموعة 39 معسكرات الإسرائيليين ومواقعهم ومخازنهم مضاءة بنيران إبراهيم الرفاعي أسد الصعقة ونيران رفاقه لأيام طويلة، مش في حرب أكتوبر بس، ولكن من الخامس من يونيو 67 وحتى استشهاده على الجبهة في 19 أكتوبر 73. عن مشاركة بطل الصعقة وأسد الصعقة وأحد أساطير العسكرية المصرية في خمس حروب وعملياته القتالية واستشهاده على الجبهة بين جنوده، وكيف تنبأ باستشهاده في حرب 73. معانا مداخلة مع السيدة ليلى الرفاعي ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي. سيدة ليلى أهلا بيكي معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة، ودايما فاكرين أبطالنا بكل خير وعلى رأسهم بطلنا أسد الصعقة إبراهيم الرفاعي. أهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك، كل سنه طيبين ومصر كلها بخير ان شاء الله دايما. يا رب دايما. و يا رب. ايه قصه تنبؤه اسد الصعقه الشهيد ابراهيم الرفاعي باستشهاده في حرب اكتوبر؟ لا هو ما تنبأش باستشهاده في حرب اكتوبر. هو يعني زي ما بتقول حضرتك، حد قال له حاجه لوالدته وهو صغير. فهو لما جه يتقدم لوالدتي قال لها انا هعيش 10 سنين بس، موافقه؟ قالت له اه. فهو من ساعة ما اتجوز والدتي لغاية ما استشهد عاش 10 سنين ونص. يعني زي ما قال بالظبط. آخر حرب ليه وخامس حرب بالنسبة له يعني. اتفضلي. اتفضل. هي كانت عارفة طبيعة عمله لما اتجوزته، لأن هو كان زميل أخوها، كانت عارفة إن هو من 56 بيعمل عمليات صعبة واليمن و67 و كانت عارفه ان هو يعني زي ما قلت لحضرتك هو موهوب في القتال وعنده القدره على القتال خلف خطوط العدو، فكانت عارفه ان هو ممكن يستشهد في اي لحظه، بس ما كانتش متخيله ان هو فعلا يعني ممكن يستشهد فعلا بعد 10 سنين. بعد 10 سيده عظيمه، لان الموضوع صعب وغريب ان حد بيتقدم. أيوه. لحد فانا انا هعيش معاكي 10 سنين بس وتوافق ويحصل. هما كان اخواتها الخمسه ضباط. فهي كانت واخده على الحياه العسكريه وعارفه طبيعه طريقه تفكيره او طبيعه شغله، وهي برضو كانت شجاعه وقويه ويعني كانت بتشجعه وكده يعني، ما كانتش خايفه يعني، بس برضو ما حدش كان يتمنى يعني ان هو يسيبه ويمشي يعني. اكيد اكيد. تفتكري لحظتها لحظه الاستشهاد؟ اه طبعا. الست الوالده كانت يعني تقبلت الخبر ده ازاي لما لقت ان هو ال 10 سنين بالظبط او 10 سنين ونص زي ما حضرتك قلتي؟ لا هي والدتي كانت متماسكة جدا قدامنا يعني، هم قعدوا هي وجدي والده يعني مخبيين علينا فترة، واحنا شايفين ناس بتيجي تعزي والجيران عمالين يجوا بيتنا ويشاوروا لنا كده ويحاولوا يضحكوا قدامنا واحنا مش فاهمين حاجة انا واخويا. وبعدين ليا خال كمان كان طيار استشهد بعد بابا بيوم، يعني جه لقى بابا استشهد فقال لي ماما انا لازم انتقم له، فما قالت له كفاية واحد يعني كفاية، كان عندها 30 سنة. فخالي راح فعلا طلع وهو طالع قال لي زميله انا شهيد النهارده احمد توهاني واستشهد، ففضل مخبيين علينا حوالي اسبوع او اكتر، وبعدين في الاخر احنا بابا ما كناش متعودين ان هو بيغيب، يعني بيعمل 98 عمليه خلف خطوط في الاستنزاف، هو بيحارب كل يوم بس كان بيروح ويجي. فاحيانا سالت جدي حضرتك زعلان على مين؟ الناس دي جايه تعزي ليه؟ ما رضيش يتكلم. بعد كده سالت ماما فضغطنا عليها انا واخويا فين بابا فين بابا، فقالت لنا بابا استشهد خلاص واحنا هنكمل حياتنا لوحدنا والشهيد ما بيموتش، انتوا عارفين الشهيد حي عند ربنا وهيبقى معانا دايما، وهو فعلا روحه معانا على طول يعني. احنا النهارده بنفتكر مع بعض القصص البطوليه لابطالنا في حرب اكتوبر. تفتكري ايه عن والدك اسد الصعقه ابراهيم الرفاعي؟
لا افتكر كل حاجه. افتكر كل حاجه. بابا من وانا من يوم ما اتولدت وهو بيكلمني وبيعاملني على اني كبيره، بيقعد يتكلم معايا وبيحكي لي كل حاجه ويفرجني على صور الاستطلاع اللي كان بيعملها، وبعدين كان بياخدني انا واخويا معاه المجموعه 39 وبيدربنا على الرمايه وبنشوف وبنشوف هم تدريباتهم شكلها ايه وعارفينهم من واحنا صغيرين وبيسيبنا نمشي معاهم يعني لوحدنا كده. فاحنا شايفين الموضوع من اوله على الحقيقه يعني في الواقع. يعني وانت طفله، وانت طفله كنت بتروحي المجموعه 39؟ انا واخويا، وعمل اول بدايه عملها لاخويا كان عنده 5 سنين. المعروف اصلا ان سلاح الصاعقه ده من اصعب الاسلحه اصلا، يعني حياته اكيد. بس هو كان كبير معلمين صاعقه من اول بعد ما اتخرج على طول يعني. كان عنده قدرات عسكريه ورياضيه عاليه جدا، كان بطل في 7-8 لعبات مثلا، سباحه ورميه واختراق ضاحيه والاول على أمهر ضربة بندقية في كلية حربية وحمل أثقال، وكان هداف الجيش في كرة القدم، فكان عنده لياقة بدنية عالية جدا، وكان عنده قدرة على التخطيط والاقتحام والكماين. فهو من 56 ابتدت تبان بقى موهبته في القتال يعني. فكان بيعلمنا الحاجات دي، وبعدين احنا اتولدنا كمان لقينا عمنا سامح استشهد في حرب اليمن، ما شفناهوش أصغر من بابا، فاحنا مولودين وعارفين إن ده شهيد وإن ده بطل والشهيد بيبقى عايش، ودول ممكن يستشهدوا بأي لحظة. من صغركم كان عندكم القناعة دي إن الاستشهاد طبيعي؟ أيوه، احنا بقول لحضرتك احنا اتولدنا لقينا صورة عمي سامح على الحيطة، كان هو وبابا وعمي سامي في اليمن. اتنين رجعوا واحد لأ، فاحنا اتولدنا عارفين إن في شهيد في العيلة، وأي ضابط بيتمنى النصر أو الشهادة، فاحنا عارفين إن بابا بيعمل عمليات خطيرة فممكن يستشهد في أي لحظة، لكن الشهيد حي وبيفضل مع أهله، تبقى روحه معاهم يعني. فاحنا ما كناش خايفين من الحكايه دي. يعني انتوا عائله شهداء، يعني التاريخ بيذكر للبطل ابراهيم الرفاعي ان هو نفذ عمليه الثأر للشهيد عبد المنعم رياض وقاوم ثغره الدفرسوار. لو جينا عند لحظه لو جينا عند لحظه الاستشهاد دي حضرتك، كانت يوم 19، دي كانت اخر تقريبا اخر يومين في الحرب. كان مكلف بمهمة محددة، وجي ما وقت لي جه يغير لبسه، وان رئيس السادات كلمه وقال له في هجوم على الاسماعيليه، لازم تنزل حالا توقف الهجوم ده. كان اليهود عاملين معبر غاطس تحت الميه، فهو كان مكلف ان هو ينسف المعبر ده. قالت لي لبس بسرعه، هو كان في رمضان وكان دايما بيبقى صايم حتى وهو في الحرب، وهو كان عنده قرحه من 67 لما زعل جات له قرحه وكان بينزف معدته. فلبس بسرعه غير الابرون نزل، قالت لي كانت اول مره يقف على الباب بره على باب البيت يقول لها خدي بالك من الولاد، يعني اول مره يقول الكلمه دي وهو نازل. ونزل جري خد المجموعه وراحوا الاسماعيليه، لما وصل الاسماعيليه المهمه اتغيرت، حد اداله مهمه ثانيه خالص في الشاذلي، قالوا لا هتروح مكان ثاني، فدخل لقى مكان مكشوف مفتوح فيه هجوم دبابات، المهم اشتبك معاهم وتعامل معاهم، فضرب اول دبابتين فالطابور وقف، فابتدت ضرب عليهم جامد، هم كانوا مجموعه صغيره باربيجيهات بس مش بتاعه قتال مع دبابات يعني، فوزع الناس وابتدى يهجم، وبعد شويه قال للناس انبطحوا، كان ضرب اشتد يعني، فقام وقف هو فوق تبه عاليه وابتدى يبص بالنضاره وبياخد الاربيجي من صف ظابط اللي جنبه وهو بيعمر له وهو بيضرب. فطبعا اليهود عارفين طريقته في الضرب وفي الهجوم، عارفين 39 يعني هجم عليهم 98 مره في الاستنزاف بس، فابتدوا خرج الدبابه وابتدت تضرب عليه، هو واقف والناس كلها منبطحه، فالصف ظابط اللي جنبه بيشد يقول له يا فندم يا فندم، قال له اوعى ما تشدنيش ارقد. فضل واقف، فنزلت دانه وراه طلعت منها شظيه دخلت في ظهره على القلب وقع على طول. كان يوم جمعه وقع على فندم؟ كان يوم جمعه؟ كان يوم جمعه ساعه اذان الظهر، ساعه اذان الجمعه. فشالوه وكده، فلما وقع فصف ظابط اللي جنبه يا فندم يا فندم، هم مش متخيلين ان هو استشهد، مفيش دم مفيش اي حاجه، فادوا خبر الناس اللي ورا شايفاهم بالنضاره، فبلغوا الرئيس السادات قال لهم ارجعوا بيه باي ثمن. فرجعوا بيه بعد يومين، هنا طبعا دفن في مقابر العيله، ماما بتقول لي بعد وهم بيدفنوه بتقول لي الدم نازل من الصندوق رفيع كده يعني سرسوط دم كده بالتعبير المظبوط يعني، لغايه لما دفنوه. فبعد يومين بعد يومين
بعد سنين طويلة في ناس كتير من العيلة توفوا خلانه، وناس من عيلتنا يعني كل مرة حد بينزل بيقول لي باباكي زي ما هو، وباباكي في شجرة صغيرة طالعة جنبه الله، وزي ما هو بقبروا له بحاجته يعني. هو معانا حضرتك، هو معانا على طول، وفي كل موقف حلو او وحش في حاجات كده بتحصل بنحس ان هو شايفنا وان هو معانا يعني. ما هو ده اللي انا عايز اكلم حضرتك فيه، يعني ادراكك للقصص البطوليه دي في سنك الصغير لما استشهد اكيد غير ادراكك دلوقتي بقى لما بتسترجعي مع نفسك او مع اولادك كل البطولات دي، شايفاها دلوقتي ازاي؟ لا انا طول عمري بفتخر بيه، انا عارفه انه بطل، وانا من وانا عندي سنه شايفه بابا شكله أكيد. حلو ولبسه حلو ولابس ناشين كتير، ما هوش ضابط عادي يعني. انا لا وانا طبعا طفله وانا عارفه، والبراءات الناشين متعلقه ماليه البيت والميداليات الرياضه، فانا عارفه ان هو بطل طول عمري. أنا طول عمري بفتخر بيه يعني. مره بعد كلنا الحرب بنفتخر بيه، كلنا الله بنفتخر يخليك الله يخليك، بالشهيد انا ابراهيم مره رفاعي. يعني اتفضلي. 74 بعد الحرب على طول، كنت لسه داخله اولى اعدادي يعني، كان عندي 10 سنين ونص. فجت مدرسه كده بتطبطب عليا بتقول لي معلش يعني عايزه تجاملني، شايفاني قاعده ساكته كده عشان تقول لي باباكي معلش. قلت لها انا بابايا شهيد، انا بابايا عايش، انا مش زعلانه، انا بابايا شهيد، انا بابايا ما ماتش. ده كان ردي من غير ما افكر عليها يعني، بطولة دي يعني رد رديت بطولي عليها في نفس بدون اللحظة. تفكير كده. رد بطولي فاتفاجئت متوقع طبعا. بالرد، فقالت لي طيب معلش. قلت لها انا مش زعلانه، بابايا شهيد وبابايا في الجنه، هو عايش ما ماتش، الشهيد ما بيموتش. الشهيد ما بيموتش، احياء وانا فعلا عند طول ربنا عمري حاسه يرزقهم. ان هو معايا يعني، انا عمري ما حسيت انه مش موجود. وضع اكيد طبعا بالنسبه لحضرتك مختلف بعد كل اللي احنا سمعناه من حضرتك دلوقتي عن بطولاته وعن لحظاته الاخيره وعن حياتكم بعد ما استشهد اسد. وعايز اقول لحضرتك، انا والدتي بالرغم من عمي استشهد في اليمن، وبابا كان استشهد، واخوها استشهد بعد بابا بيوم خالي، كانت مصممه ان اخويا يطلع ظابط، هو وحيد، ولد وحيد، وطلع ظابط. طلع ظابط. يعني جات له كليه تانية، وهو في كليه حربيه، ما قالت له تحب تدخل حاجه؟ لا لا، انا دخلت هنا وهكمل هنا. فاحنا بنشين بقى ماشي معانا يعني. انتوا اسره عظيمه والله، يعني الله يخليك استاذه الله ليلى انتوا يخليك اسره عظيمه اصلا وفرعا، ويعني كل التحيه والتقدير ليكم جميعا ولتاريخ بطلنا اسد الصاق ابراهيم الرفاعي. يعني شخصيات احنا بنتذكرها، وكلام حضرتك دلوقتي معانا مخلي الواحد يعني زي بيقولوا جسمه مقشعر من اللي بيسمعه. انا بشكرك جدا استاذه ليلى الرفاعي ابنه الشهيد ابراهيم الرفاعي اسد الصاقه، واحد الابطال يعني احد اساطير العسكريه المصرية.